أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في عموم مناطق المملكة، حيث نهار اليوم تهب على المملكة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة في العديد من مناطق المملكة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة عمان، حيث تشهد رياح شرقية نشطة 16 درجة مئوية، كحرارة عظمى ملموسة 15، الرطوبة 79%، والرياح تكون بين المعتدلة والنشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في باقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا، رياح نشطة في عموم المنطقة الشمالية، إربد 20 إلى 10، المفرق 17 إلى 9، جرش 19 إلى 10، وعجلون 18 إلى 9. المنطقة الوسطى أيضا تشهد رياح نشطة، الزرقاء 19 إلى 8، البلقاء 18 إلى 10، عمان 17 إلى 9، مأدبة 19 إلى 6، البحر الميت 25 إلى 14. المنطقة الجنوبية الكرك رياح نشطة 15 إلى 7، الطفيلة 14 إلى 8، الشوبك 15 إلى 7، معان 16 إلى 5، والعقبة داق الصافي 24 إلى 14. ننهي نشاطنا بالمنطقة الشرقية أيضا التي تشهد هبوب لرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة، الأزرق 19 إلى 9، الصفاوي 18 إلى 8، ونفس الحرارة المتوقعة في رويشت. بهذا ننهي نشاطنا، للقاء.